انا حريف ادوبي. كلمه التعتيم الاعلامي من الكلام المعروف واللي كان بيثار في فترات سابقه، يمكن كانت من ضمن ما ارجعه البعض لنصر اكتوبر المجيد، كان التعتيم الاعلامي اللي اطبع في ذلك الوقت. التعتيم الاعلامي ابتدى ياخذ نهج سلبي خاصه في اعقاب الثوره واثنائها وفي الفتره اللي احنا شايفينها دلوقتي، من خلال بعض الممارسات اللي ممكن تكون بتهون من بعض الاحداث المهمه والمؤسفه اللي حصلت في مصر في الاونه الاخيره. كتير بيشوفوا ان الصحافه الالكترونيه بتضرب هذا التعتيم في مقتل، لان كل المعلومات ومصوره بتكون متاحه من خلال هذه الصحافه الالكترونيه، اليوتيوب على وجه التحديد، حتى وان كان في بعض المحاذير القانونيه او الاخلاقيه الخاصه بيه. عايزين نذكر ريهام ايضا مشاهدينا ان قبل او في بدايه فتره التسعينات ما كانش قدامنا غير وسائل التواصل عن طريق الاقمار الصناعيه، بنتفرج فقط على القنوات الفضائيه، ولكن اول ما ابتدت انطلقت تكنولوجي الانترنت بدات تاخذ الانسان الى آفاق جديدة جدا في مجال التواصل. فاكرة أنا فاكر ريهام إحنا بدأنا هنا التلفزيون في كانت قناة اسمها قناة المعلومات، وكان بتستخدم تكنولوجي أعتقد دلوقتي اختفى تماما نتيجة ظهور اليوتيوب الانترنت. كمان يا أشرف مش صحافة بس، اليوتيوب ممكن بنشوف قنوات إلكترونية بتظهر على اليوتيوب، وممكن بعد كده تتطور تبقى قنوات تلفزيونية زي تجربة باسم يوسف على سبيل المثال يعني. عموما يعني لما بدأت انطلقت الانترنت ما اقتصرتش فقط على التواصل عن طريق الكلمة، بدأت التواصل أيضا عن طريق الصورة، وبعد كده بدأت التواصل عن طريق الفيديو نفسه. نسيب العيش لخبازه بقى، نسيب العيش لخبازه ونتكلم عن الطفرة اللي حصلة مش بس في مجال الاتصالات، في مجال المعلومة، وكيف نستثمر الطفرة اللي حصلة في التكنولوجيا لخدمة سريان المعلومات وسيولتها. ومعنا الأستاذ أحمد محمد ربيع الخبير في مجال الاتصالات، أهلا بحضرتك وصباح الخير يا أستاذ. صباح النور. صباح النور. يعني احنا كنا يعني عملنا مقدمة عن موقع اليوتيوب اللي هو اسقط التابوهات الرئيسية الاعلامية، ما بقاش التلفزيون المصري وما بقاش حتى القنوات الخاصة هي المصدر الوحيد للمعلومات نتيجة ظهور اليوتيوب اللي اسسه مجموعة من الشباب في السيليكون فالي في الولايات المتحدة، وبقى ارشيف العالم المصور. ايه رأيك في التجربة دي؟ طيب طب نقول للمشاهدين كده التجربة دي كده من بدايتها كانت فكرة عاملة ازاي. هو فعلا زي ما حضرتك قلت كانوا ثلاث شباب سنهم من 18 ل 20 سنة، خلصوا الجامعة على طول، كانوا بيشتغلوا ثلاثة في شركة كبيرة جدا اسمها بيبال بتاع تحويل النقود العالمية، اكتسبوا خبرة كبيرة جدا خلال فترات شهور قليلة جدا من التسويق الإلكتروني ونشر طبعا بأن بيبال بتتعامل مع كل الشركات اللي في العالم في الماني ترانسفير وكده تحويل النقود، فخدوا خبرة رهيبة دي، فبقى عندهم ثقافة طب احنا عندنا الكونكشنز او عندنا العلاقات الرهيبة دي ونقدر نخلق العلاقات دي مع كل الشركات، طب ليه ما نعملش حاجة تقدر تكون هي شبكة تواصل مرئية للعالم كله عن طريق خبرتهم اللي حصلت دي. فبدأوا يأسسوا شركة اسمها يوتيوب، اتأسست تحديدا في 14 فبراير في 2006، كانوا ثلاثة شاد وستيف وجاويد كريم، هو من اصل يعني بنجلاديشي تقريبا، فالثلاثة دول أسسوا شركة وسابوا الشركة رغم إن هما كانوا بياخدوا مرتبات كبيرة جدا في الوقت ده، وقالوا إحنا عايزين ننشئ شبكة تكون هي أكبر شبكة. يعني هما أما بدأوا ينشوها ما كانوش بيفكروا تبقى أكبر شبكة ولا لأ، بس هما كانوا عايزين يعملوا شبكة مرئية يخلوا كل الناس مش بس الشركات الكبيرة بس، كل الناس على وجه الكوكب ده يقدروا ينشروا الفيديوهاتهم الرقمية، أوقاتهم الكويسة، سواء مثلا أحاديث صحفية أو أحاديث مهما كانت، وان الحاجات دي كلها تكون على شبكه واحده. وبداوا صغيرين وفضلوا يشتغلوا ان هم يبنوا المركز البيانات العملاق ده اللي بيقدر يتحامل عليه كل الشبكات المرئيه ديت. وبعد اكتر من حوالي 18 شهر هم معلش في المقاطعه، يعني هم ابتكروا تكنولوجي جديد على فكره، هي تكنولوجي ستورج. يعني هل كان في تكنولوجي يعني هي كانت موجوده قبل كده بس كانت موجوده بطرق خاطئه، يعني كانت شركه مايكروسوفت مثلا كانت عامله التكنولوجي دي قبل كده وكانت عامله ليها شبكه مرئيه للفيديوهات، بس هي النقطه مش ان انت تبني الشبكه، او مش النقطه كل الناس تعمل فيسبوك دلوقتي، كل الناس تعمل تويتر، النقطه مش ان انت تعمل حاجه، النقطه ان انت توظفها صح، مين المشاهد بتاعك، مين المستخدم بتاعك،
مثلا باسم يوسف كان مين مين المستخدم بتاعه، مين المشاهد بتاعه؟ الناس بتوع الانترنت، الناس اللي كانوا بيتابعوا تويتر وفيسبوك ايام الثوره. فعلا على الانترنت بالظبط. فالناس اللي بتتابع فيسبوك وتويتر ايام الثوره، الناس اللي بتقضي اكتر من 18 ساعه على الانترنت، انا بالنسبه لي لو انا شايف ان في مصر وقت الثوره ديت الناس كانت فعلا ما بتنامش وكانت بتتابع الفيسبوك ليل نهار، معناها ان انا نزلت حاجه واحده على الفيسبوك كل الناس هتخش تشوفها. فافكر بنفس الطريقه دي. انت قلت جمله مهمه جدا يا احمد، تفضل. مهم ان انت توظفها صح. صح، توظفت صح صح في احداث كتير جدا. يعني كفايه ان هي اللي وصلت الثوره عملت ثوره، يعني بالزبط. همزه الوصل كانت بين الثوار وبين الناشطين السياسيين، كانت هي يعني الشبكه العنكبوتيه بصفه عامه، وممكن اليوتيوب برضو كان بيلعب دور مهم جدا في المجال. ازاي نضمن هي تتوظف صح الفتره اللي جايه؟ انت شايف الانفلاتات اللي حصلت في الشارع المصري، بالزبط. واللي ما بنستثنيش منها حد، القوى السياسية كده، المواطن المصري بقى كده، وكلنا بنطالب ان يكون في ردع قانوني. بيقال كتير ان للاسف الردع القانوني ده مش منطبق خالص في الانترنت، وابلغ دليل على كده سواء كان التوجه ده كان صح او غلط، ان لما كان في كلام عن حجب اليوتيوب انه يتحجب، ده ما حصلش، لان صعب جدا بعد التداخل اللي حاصل والطفره اللي حاصله دي ان احنا نمنع التكنولوجيا دي ان اي حد يستفيد بيها، وممكن ده يكون شكل من اشكال مصادره حقوق الانسان. طيب شايف سؤال حضرتك يعني او استفسار معقد جدا على فكره، بجد هو رائع وفعلا يعني هي دي نقطه خطيره جدا. ازاي احنا كمين كمسؤولين كحضرتك كقنوات تلفزيونيه كاعلام بشكل عام يقدر يستغل الطفره اللي حصلت في اليوتيوب ديت اللي خلته بعد سنتين ولا 18 شهر يتباع بمليار و650 مليون دولار. ثلاث شباب لسه عاملين شركه صغيره اتباعوا بمليار و650 مليون دولار، لو حسبناها بالجنيه المصري 10 مليار جنيه طبعا بعد 18 شهر. ازاي بقى نقدر طب نستغل ده احنا كاعلام او حضراتكم كاعلام او كمسؤولين في الحكومه؟ اول حاجه دلوقتي احنا بقينا المستخدم بتاعنا ما يعني مشاهدته للتلفزيون في الوقت الصباحي اللي هو يتفرج على حضرتك قبل ما ينزل الشغل، يتفرج يعرف المعلومات، بس طول الوقت هو بيبقى في الشغل ما بيقدرش يتابع بعد كده القنوات الحاجات اللي بتبدا مثلا من الساعه 10 ل 11. طيب بيبقى في شغل بيقدر يخش على الانترنت، بيقدر يخش على الحاجات دي. تخيل ان فعلا لو الاعلام فكر ان يوصلوا رسائل هادفه، الحكومه لو فكرت انها توصل توعيه بشكل معين على شبكه اليوتيوب، انها تسجل حوارات، انها تسجل حاجات تنمويه، انها تعرض الاحصائيات، ان الناس دي تنقل الثقافه على اليوتيوب، نفس المذيعين نفس الاعلام نفس كل حاجه، بس حضرتك مثلا في مثلا فتره ظهيره اللي هي الساعه 12 الظهر هيكون في برنامج ما يذاعش على الهواء مباشره وهيزع على اليوتيوب مباشره برضه. قنوات كبيرة جدا وشبكات عالمية عاملة كده دلوقتي بتبث معلوماتها عبر الانترنت، ممكن ان القناة هنا تبث معلوماتها عبر الانترنت، ان يكون في بس على الانترنت مباشر، الناس اللي ما بتتفرجش على التلفزيون وهي في شغلها ممكن اخش على الانترنت واشوف. حاجه كده بتخوفنا على فكره. ليه؟ زي ما كان قبل كده في مخاوف ان الصحافه الالكترونيه تسحب البساط من الصحافه التقليديه الورقيه، يتخاف برضو ان ده يسحب البساط من القنوات الاعلاميه اللي بتطلع على التلفزيون او من الفضائيات. الاثنين يا فندم، ازاي نضمن ان هم يحققوا نفس الهدف ويكون في تعاون وتنسيق اكتر ما يكون في يعني تجاذب يعني او في تخبط؟ احب انا اتدخل اطمنك يا ريهام، لما طلع التلفزيون ما لغاش الاذاعه. بالظبط، يعني لما طلع التلفزيون انا معاك، فضل الاذاعه محبيها، لكن بالعكس كمان ده في اذاعات بتتم متابعتها اكتر من التلفزيون، فبالتالي اصلا بس انا عايز يعني انا معاك يا اشرف، لكن انت في الاحداث اللي حاصله دلوقتي بتتابع الاذاعه ولا بتتابع التلفزيون؟ الاثنين بالعكس. انا شايف ان العربيه بتتابع، انا شايف ان ده مكسب للقناه ومكسب لحضرتك. انا شايف ان ده مكسب. ازاي؟ اقول لحضرتك ازاي. دلوقتي لو انا مثلا باجي احسب عدد الفيديوهات او عدد اليوتيوب مستخدمي اليوتيوب اللي بيشوف اليوتيوب من على الموبايل او من على الاجهزه المحمول، على الموبايل على رايك انا من على الموبايل كام، هنلاقي ان في اليوتيوب ده موجود على 400 مليون يعني نص مليار جهاز، يعني لو احنا عدد سكان الارض 6 مليار فتقريبا احنا بنتكلم واحد على 12 من سكان الارض عندهم اليوتيوب ده على الجهاز ده. كم واحد عنده في مصر نقدر نحسبها؟ كم واحد في سمارت فون؟ كم واحد في مصر عنده اليوتيوب على الجهاز؟ تخيلي ان حضرتك البرنامج الصباحي ده البث بتاعه لو هو كان على طريق التلفزيون وبيستهدف مثلا 20 مليون بني ادم، فهو ممكن يستهدف اكتر من العدد ده للناس بس اللي بتستخدمها في الشغل او بتستخدمها على الموبايل. فالبث بتاع حضرتك يبقى مباشر على الهواء، وفي نفس الوقت يكون في طرق اخرى للبث على اليوتيوب، ودي موجوده، وفي شبكات عالميه بدون ذكر اسماء الشبكات بدات تطبق الموضوع ده دلوقتي، ان البث يكون اثنين، للتلفزيون على هواء مباشره وعلى الانترنت، لايف ستريمينج، بث مباشر على الانترنت. ده
انا وانا ماشي في العربيه بقدر اتابع الموبايل بتاعي، اقدر اشوف الفيديوهات في اي حته في الدنيا. ممكن يا جماعه ده في تصريح خطير مثلا للسيد الرئيس ولا هتعرضه قناه كذا، لكن بالتاكيد القدره التنافسيه للمنتج الاعلامي على الانترنت هتفوق القدره التنافسيه للي بيظهر على الشاشه، لان حتى الموضوع اسهل، يعني توفير للوقت والجهد ان الشخص هيقدر يطلع على المعلومه بشكل اسرع. احنا كان دلوقتي في موبايل مش بس كمان اللي هيفرق جهاز لابتوب او الناس دلوقتي وصلت. انا متفق تماما مع حضرتك، اللي بيفرق دلوقتي الجوده. لو حضرتك بتقدمي جوده محدش يقدر يقدمها على الانترنت حضرتك لا تكسبي. فعلا الناس دلوقتي وصلت لمرحله من النضج اللي يقيموا المنتج الجيد من المنتج اللي مش جيد. زمان في بدايه الطفره كان كل الناس بتتفرج على كل حاجه، منتج على الانترنت وخلاص. بس حضرتك دلوقتي بتقدمي جوده، اعداد، فريق اعداد، حاجات معده جيده جدا جدا، تقديم ممتاز، مش عارف. فطالما الجوده دي موجوده الناس بتبدا دلوقتي تفكر في الجوده. يمكن لسه مش كل الناس نقدر نقول يعني نسبة 20% 30% بس بتزيد. احنا عاملين زي الدول المتقدمة زي امريكا وزي بريطانيا في بداياتهم خالص من 30 سنة، يعني كانت الناس كلها بتتجاوب مع كل حاجة وانها هوجة طالعة وكل الناس بتروح فيها. بس بعد فترة بيبدأوا يقيموا ايه المنتج الجيد وايه المنتج اللي مش جيد. والدليل كمان بمناسبة المنتج الجيد، اعتقد البرنامج لباسم يوسف واعتقد هياخد احدى الجوائز كأكثر البرامج مشاهدة على اليوتيوب. عن يوتيوب ايضا اعتقد كان في اغنية معينة تبعها مليار مشاهد على مستوى العالم، اعتقد جانجم ستايل ما يحضرنيش الاسم يعني. اعتقد ان المواقع دي هي زي اليوتيوب بقت كمان مؤشر او مقياس لدرجة شعبية برامج معينة. يعني ممكن انا وانت دلوقتي في صباح جديد ممكن احد الاشخاص يكون بيسجل البرنامج وبينزله تماما، وبنبقى احنا في سوق الانترنت اصلا بيشوفوا عدد. اعتقد في احصائيات على الانترنت، في هيئات بتعمل احصائيات على اليوتيوب وعلى المواقع الاخرى أكثر البرامج مشاهدة على المواقع دي. أعتقد يعني بقت مؤشر كمان تماما. هايل. يعني هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، الاستضافة اللي احنا فيها، لو البرنامج مثلا فكر يعني أو هو ده اللي موجود إن كل يوم بيستضيف حد في مجال التكنولوجيا أو في مجال الثقافة أو في مجال الفنون في سيريز معينة أو في سلسلة حاجات معينة. يعني يا جماعة مثلا احنا انا يعني مجرد اقتراح، هنستضيف خلال الشهر ده. طب احنا كلامنا مع حضرتك بيوري كتير من الايجابيات. نعم. لكن الامر ما يسلمش من بعض السلبيات، يعني منها ان ممكن لو حصل ممارسات خاطئه، لو حصل تحريض. نعم. لو حصل سب وقصف او ما الى ذلك من خلال القنوات اللي موجوده على اليوتيوب، مفيش قوه ردع قانونيه، مفيش الزام قانوني، لان الجريمه الالكترونيه بصفه عامه لحد دلوقتي مفيش عقاب رادع ليها بيفعل من خلال مواقف سابقه. يعني رأي حضرتك في الموضوع ده سريعا جدا بعد إذنك. طيب هو سريعا جدا. أنا متفق مع حضرتك، ما حدش هيقدر يرضى عن الموضوع ده دلوقتي. يمكن الرادع بس بيكون في حاجات السرقة أو في الحاجات الخطيرة شوية اللي هي بتبدأ تتسجل فتتحط على اليوتيوب، وقدروا ان يمسكوا اكثر من مرتكبي جرائم عن طريق الفيديوهات اللي على اليوتيوب. بس الكلام ده بيبقى في الدول اللي القانون عندها قوي شوية وواسع شوية ومحكم شوية. احنا عندنا ممكن ما نقدرش نحكم على فيديو، بس هناك مثلا في امريكا لا، هم يقدروا يحكموا على فيديو ان الفيديو ده موجود وفي الاشخاص الفلانيين وبيقدروا يجيبوا فممكن يستدلوا بعدها. احنا يمكن لسه القانون بتاعنا ممكن ما يكونش بيدعم استخدام التكنولوجيات اللي موجودة دلوقتي في بداخل القانون. انا ما اعرفش يمكن القوانين دي تدشن في اطار الجيل الجديد اللي طالع جديد بيستخدم هذه الوسائط. واعتقد ان الجيل يعني بتاعنا واللي قبليه كمان يعني فقد الليدنج في مجال الانترنت. احنا جينا فقد حاجات كتير، فقد اللياقه، احنا محتاجين رياضه الحقيقه الفتره اللي جايه دي. يعني خلينا نختم مع حضرتك، ويا ريت تتابع معانا كمان الفصل الرياضي اللي جاي. استاذ احمد محمد ربيع الخبير في مجال الاتصالات. ميرسي. الطب دلوقتي بيقول ان ممارسه الرياضه بتقوي عضله القلب، يمكن دي مش معلومه جديده قوي، لكن الجديد ان حتى رياضه الجولف ممكن تحسن اداء الوظيفي للقلب. فده يعرفنا ازاي ان احنا المفروض احنا بينا وبين انفسنا نمارس الرياضه. خلينا نخرج مع حضراتكم للفاصل ده لبعض التمرينات الرياضيه اللي يا ريت نمارسها بشكل يومي حتى مده طويله لو كان الوقت ما بيتسناش، مع محمود فرج، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.